محاضرتنا اليوم إن شاء الله تكملة اللي أخذناه بالدرس السابق. بالدرس الماضي أخذنا الانفلوينس لاين للسيمبل بيم، وقلنا للديتيرمين ستراكشر بيم، سيمبل بيم وديتيرمين ستراكشر بيم، وعرفنا شنو معنى الانفلوينس لاين ووين الفائدة مالته وشنو الفرق بينه وبين رسم الشير دايجرام والمومنت دايجرام. احنا قلنا الانفلوينس لاين هو يرسم يا أما لتأثير على رياكشن أو تأثير على شير أو تأثير على المومنت. وشفنا الفرق بينه وبين رسم الشير دايجرام والمومنت دايجرام، وأهمية هذا وين يكمن، وأهمية ذاك رسم الشير دايجرام وين يمكن استخدامه. اليوم إن شاء الله راح نكمل على اللي أخذناه، بس راح نجي على الكونتينيوس بيم، يعني راح يتحول الستراكشر من ديتيرمينت الى انديتيرمينت ستراكشر. نفس الطريقه اللي تبعناها اللي هي طريقه مولر اللي راح نستخدمها منا وجاي، كلنا نستخدمها بعد ما نلجأ للمعادلات. ليش؟ لان قلنا المعادلات كل ما يعني يصير البيم يصير انديتيرمينت تصعب الحاله شويه، فهاي الطريقه اسهل واضمن واسلم لكم. فاليوم إن شاء الله راح نجي راح نعطيكم قواعد بسيطة تفهموها، ما أريدكم تحفظوها، تفهموها وبعدين هي اوريدي راح تنحفظ بعد ما تغلط من تجي تحل رسم الشير عفوا رسم الانفلوينس لاين. هسه اليوم راح نجي راح أفصل لكم إياها وحدة وحدة، يعني الأشياء اللي موجودة بالانفلوينس لاين هي كالآتي، اللي راح أجي أقسم لكم إياها هي اللي موجودة عندنا، وراح نجي نتعلم شلون نرسمها، يعني كأنما راح أعطيك قانون للرسم مالتها. أول شيء اللي عندنا هو السبورت. السبورت هو شنو عندنا؟ عندنا أما سبورت أو هنج داخلي أو نقطة داخلية، غير هذني ما عندنا. فراح نجي نتعلم كل واحد من ذني شنو اللي نقدر نرسم له وشلون راح نجي نرسم له. هسه نجي على السبورت. السبورت هو رد الفعل للمسند. هذا رد الفعل للمسند الطريقه مالته مثل ما قلت لكم بالدرس الماضي، راح اجي اخلي اليونت لود بالمسند المطلوب وبقيه المساند راح اصفرهم. يعني انا مثلا يريد من عندي رياكشن في نقطه اي بالسبورت اي، اخلي اليونت لود باي، بقيه المساند كلها اصفرها واجي اشوف الميكانيزم مالتي مال البيم شلون راح يصير. المسند هسه راح نجي راح ارسم له القص للمسند، القص بالمسند. المسند ذات يعني هو شنو المسند بالحقيقه؟ يعني اني مو اجي بس مجرد اخذ الرسم ويعني كانما هو ما موجود بالحقيقه، لا، احنا مهندسين المسند اتفقنا احنا بهذا المسند هو اللي موجود اللي نرسمه سمبلي سبورت درول او فيكس. هاي بالحقيقة هي اشياء واقعية، قد تكون جدار، قد تكون كولوم، قد تكون بالفيكس، قد تكون هاي الطلعة اللي يصير عندنا مثل البالكون او البيتش اللي احنا نسميها فوق الشبابيك. فهذني هي منشآت، يعني انا مو هو رسم موجود عندي يعني هيك افتراضي، لا، احنا دا نتعامل ويا منشآت حقيقية. فمن اجي اريد ارسم للمنشأ الشير القص بالمنشأ، زين، اتخيل انت هسه قاعد، هسه قاعد انت بالغرفة والفوقك السقف وبينك وبين الغرفة الثانية يفصل حائط، تمام؟ هذا الحائط اللي احنا نحكي عليه هو المسند، هو السبورت اللي هو احنا نرسمه البن. البن هو هاي الحياطين مال بيوتنا، هي هاي البن نمثلها. فهذا الحائط انت من تريد نجي نحسب الشير الى اقدر اجي اخذ اقص الحائط واحسب الشير؟ طبعا لا. فوين اجي احسب الشير؟ بالسبورت، قبله بشويه وبعده بشويه. يعني اني هسه قاعده بالغرفه من اريد اشوف الخطوره مال الشير، وين اجي؟ اجي اباوع على الحياطين، اجي اباوع اساني قاعده بهاي الغرفه، اجي اباوع على الحائط قبل هذا الحائط، اجي اخذ سكشن قبل الحائط او بعد الحائط، يعني قبل السبورت وبعد السبورت. هاي نقطه جدا مهمه تنتبهوا لها طلاب، بانه بالسبورت ما اخذ السكشن بي، اخذ قبله وبعده. وعرفنا ليش ناخذ قبله وبعده،
زين، أني هنا أنا أكو ملاحظة مهمة، من أجي أخذ قبل ومن أجي أخذ بعد، فميزة بالقص لازم يكون على يمين السبورت يوازي على يسار السبورت. هاي الملاحظة اللي دا أنطيها تسهل لي الحال، يعني مرات أني تصعب علي الحالة أو أتخيل هذا الرسم، قدرت أرسم من جهة، الجهة الثانية رأساً أسويها موازية إلها، اللي ما يعرف شلون يرسم أو يتيه، يعني فهاي تدلينا فد مسند إنه بالحل. زين، هسه رح نجي نرجع شلون نرسم المسند، شلون رح أرسم للمسند. المسند نجي هم ما طول احنا دا نحكي قص، اذا هو ايش راح يكون عندي؟ اجي على مبدأ الاشارة الموجب مالتي مال القص، هذا بعد مبدأ الاشارة هو وياي بكل رسم وياي. زين، احنا اتفقنا مبدأ الاشارة الموجب الطرف الايمن يصعد هو موجب، والطرف الايسر ينزل هو موجب. اذا انا اذا اريد اجي اخذ قص على من جهة اليسار للمسند، من جهة اليسار للمسند ايش راح اسوي؟ راح اجي اخذ انزل المسند وحدة واحدة، يعني انا عندي هذا المسند وهذا عندي هذا هو اليسار، من اجي اقطع هنا، من اجي اقطع هنا ايش راح اسوي؟ انزل هذا الجزء الايسر وحدة واحدة، هذا انزله وحدة واحدة ماشي، من انزل هذا وحدة واحدة هذا بعد السلوك مالته شلون يتصرف حسب تركيب الستراكشر، يعني شلون هو مرتبط الستراكشر بالاجزاء الباقية، وهسه راح نيجي نعرف شلون اجي ارسمها. بينما من اريد اخذ، من يقول لي اريد اشير بالسبورت تو ذا رايت، اجي اخذ قطع وين؟ هنا على يمين السبورت. زين، هذا على يمين السبورت احنا متفقين دائما نمشي على الاشارة الموجبة. زين، الإشارة الموجب شو تقول؟ لازم أصعد، إذا هذا الجزء راح أجي أصعد وحدة واحدة، الوحدة واحدة تأخذها كلها على يمين السبورت، بقية الأجزاء نبدي نتصرف بيها على أساس الاتصال بالمنشأ بينه وبين الأجزاء الأخرى، وهسه راح نجي نشوف شلون نطبق هذا الشيء. هاي الملاحظة قلت لكم يجب أن يكون الرسم يسار المسند يوازي يمين المسند، يعني هنا أنا شرسم لازم على هنا هذا الطرف أيضا يكون موازي إله، وقلنا هاي الملاحظة مهمة ليش؟ لأنه حتى خاف أغلط مرات ما أنتبه يصير عندي لبس بالرسم، من أجي أشوفه مسند أقول لا هذا لازم يوازي هذا فأرجع أصحح الخطأ مالتي. هسه رح نجي المسند بعد شنو بعزم، نقدر نرسم للعزم. بالنسبة للعزم للمسند أول خطوة أجي أباوع المسند، طبعا يعتبر نقطة ثبوت، إذا أجي أشوف بي بعد هنا إذا كان دا أرسم جهة اليمنى، إذا كانت عندي بعد نقطة ثبوت ثانية لح أجي أنزل بزاوية مقدارها 45، مثل ما قلنا بالسيمبل بيم هم قلنا إذا عدنا نقطتين ثبوت المومنت ما راح يكون عندي، ما راح يقدر يفتر بهالشكل هذا، ليش؟ لأنه ثابت، لكن تأثيره هو شلون راح يصير؟ راح يصير على الجزء اللي قابل للحركة، فراح أنزل بزاوية مقدارها 45 درجة، يعني شنو أنزل بزاوية 45 درجة؟ أنا هذا الطول عندي، يعني معناها الظل تان مالتها واحد، لازم أنزل هذا شقد؟ لازم أنزل هذا بطوله، يعني L على L حتى التان مال هاي الزاوية يصير واحد، يعني واحد على واحد، واضح يعني؟ هسه إذا كان عندي ثبوت لا بالعكس، من الجهة الثانية راح أنزل بالعكس بزاوية 45، وأيضا بهذا الطول راح يكون بهذا الطول إذا كان عندي الثبوت من جهة اليسرى. هذا هو كل ما هنالك بالمسند، فهسه راح أجي أحل لكم إكزامبل على هذا اللي نطبق الشيء اللي حكيناه. زين، نجي نشوف هذا عندي اكزامبل، ايش ده يقول لي بالاكزامبل؟ يقول لي ارسم لي الانفلوينس لاين للفانكشن اللي موجوده امامنا، يريد من عندي رياكشن اي، رياكشن بسي، رياكشن باف وبجي، وهنا نشير بالسي تو ذا ليفت تو ذا رايت، ويريد المومنت بالسي وبالاف وبالجي وبالاي. هسه تنتبهون وياي ماما وتركزون على الكلام اللي راح اقوله، هاي النقطه جدا مهمه.
راح اجي اول شيء الرياكشن باي. هاي الرياكشن باي هي شنو اباوعها؟ فيكست. هاي تحفظوها، كل فيكس يعطيني نقطتين ثبوت. يعني بمعنى اخر الفيكس ما بي قابليه للدوران، تمام؟ يعني انا من كان عندي هيك سبورت هنج او روله، ايش كنا نسوي؟ من ننطي دفعه بمقدار وحده واحده، هذول بيهم مجال للحركه، تمام؟ فراح يتحرك ويا حركه البيم. لكن هنا بالفيكس هذا الثيتا مالته صفر، ما ممكن ان يتحرك. دائما نشوف من ينطيني هنا فيكس يخلي لي هنج قريب من عنده حتى يقدر يتحرك. اذا ما خلالي هنج، انتبهوا وياي، اذا ما خلالي هنج راسا اسويها صفر. ليش؟ لانه هذا ما بي ما ممكن ان يتحرك، واضحه؟ فهسه راح اجي اشوف حتى ارسم الرياكشن بنقطه اي. قلنا ننطي اليونت لود اقعده بالمكان اللي يريده، وبقيه المساند كلها اصفرها، تمام؟ وكلها صفر. زين، اني هذا من راح اعطيه قيمه وحده راح يصعد وحده واحده، اوكي؟ احنا قلنا بما انه هذا ثابت ما ممكن ان يتحرك، اذا هاي القطعه هي كلها ثابته، ايش راح يصير بيها؟ راح تصعد مره واحده. يعني تنتبه الثيتا بهاي القطعه كلها تساوي صفر، يعني ما ممكن ان يصير بيها دوران او ميلان بهالشكل هذا. ليش؟ لانه هاي القطعه ثابته واني دا اخذ للرياكشن، فراح تصعد القطعه بشكل مستقيم. زين، اني هاي صعدت لهنا، هاي صعدت لهنا، اجي اشوف هذا الجزء من الستركتشر بمجال للحركه. اذا بمجال للحركه اوكي يتحرك، اذا ما بمجال الحركه راسا اصفره. شنو يعني بمجال للحركه؟ يعني بنقطه ثبوت وحده او توفر هنجات داخليه. هاي الهنجات الداخليه هي تسهل الميكانيزم مال البيم، واضحه؟ زين، خلينا نجي نشوف. اني هذا صعدت هنا وحده واحده، هذا بمجال يتحرك، طبعا هاي هنا صفر منتهين من عندها. هذا بمجال الحركه، خل اشوف هذا صاعد، هذا ايش راح يصير بي؟ راح ينزل. زين، وجود هذا الهنج هذا اللي امامكم وهذا الهنج راح بينطيني مرونه للمنشأ بأن يتحرك بهذا الشكل، تمام؟ يعني لو ما كان هذا موجود، لو ما كان هذا الهنج موجود، هذا بمجال يصعد وينزل؟ ما بمجال. ليش؟ لأنه هاي عندي نقطتين ثبوت من هنا، فهذا كله راح يصفر، القطعة كلها راح تصفر. بس وجود هذا الهنج الثاني سهل لي الميكانيزم وقدرت أن أرسم بهالشكل هذا. إذن راح أجي أرجع أشوف الرياكشن بنقطة أي شلون صارت من هنا، صعدت، قلنا هاي القطعة تصعد مرة واحدة، هاي راح ينزل لحد هذا الهنج وبعدين راح ينكسر يجيني لهنا. هاي القطعة بيها نقطتين ثبوت، إذا ما ممكن أن تتحرك، راح تكون عندي قيمة الرياكشن بيها صفر. هاي واضحة؟ أريد اللي عنده سؤال هسه يسألني قبل لا أتحول على النقطة اللي بعدها. دكتورة، بس هاي مال انه تتصفر شلون يعني؟ هاي ليش تصير صفر؟ لا يعني مثلا اذا ماكو هنج تصير صفر، يعني شلون مثلا تصير صفر؟ هذا الهنج حسبوه ماكو، زين؟ راح نيجي نشوف كأنما هذا الهنج ماكو، هاي جرة وحدة صايرة، زين؟ هاي اني هي قطعة انشائية راح تصير وحدة، فيها نقطتين ثبوت، اذا هاي راح تكون ثابتة، تمام؟ زين، تمام. هسه اني هذا جيت صعدت، صاعده هنا لحد هنا، هذا اذا اصعد لازم هذا ينزل لحد هذا الجزء ينكسر يمه. كل هنج اكو بكسره، كل هنج اخذوها قاعده، كل هنج راح يتغير الميل مال الانفلونس لاين. ليش يصير بيه انكسار؟ هذا الهنج هو شنو؟ مفصل قابل للحركه بجميع الاتجاهات. زين، إذا هذا أنا عندي صفر، شلون أربط بيناتهم؟ هذا ما راح يقدر ينزل. ليش؟ لأن النقطة دي راح تكون ثابتة بثبوت القطعة، يعني هذا ما راح يقدر يتحرك وينزل لهنا، إذا أصفره للنهاية، واضحة؟ إي نعم دكتورة، واضحة. بعد من عنده سؤال عيني؟ دكتورة، بس شلون نقطة A B
صارت موجبة وصدت لي فوق رغم انه هي ما يعني ثابتة مستقيمة. ونقطة النقاط اي اف جي اتش ايه بقى هن بدون ما ارتفعن يعني بقى على الخط نفسي اللي كان عليه، إيه بس العداني اي بي صعدت إيه العداني مستوى ايش واحد. حكيت انا ايش حكيت انا هذا من راح اجي اشيله اشيل السبورت اخليه يونت لود، يعني هذا راح يصير يندفع، واضح؟ نعم، العفو. بس هاي القطعة الإنشائية هي أصلا ثابتة، يعني ما راح يصير بيها من ترتفع راح تصعد قطعة واحدة، راح تصعد قطعة واحدة، ما راح يصير بيها ميلان. هاي قلت بس بالفيكست، انتبهي. نعم دكتورة. هاي القطعة هنا ليش ما تحركت؟ لأن بيها نقطتين ثبوت، كل قطعة إنشائية بيها نقطتين ثبوت ما ممكن أن تتحرك، فلازم أخليها صفر. نعم دكتورة، يعني يعني لو كان اكو رولر بي كان ما صعدت وين إذا كان اكو رولر هنا بي. بي، إذا كان اكو رولر اي طبعا ما يصعد هذا لأنه ما يسمح بعد بالحركة. اي اي واضح شكرا اني دكتورة. هلو. منو نعم بعد عنده سؤال عيني؟ يعني دكتورة، بالنقطة اللي نحط بيها اليونت لود اي هنا الفكس هو بنقطتين ثبوت، بس ما خلينا على اليونت لود بعد شلون نقول صار قابل للحركة ففقد إيه مؤثر النقطتين ثبوت. مو هنا أنا من راح اجي اخذ سيجما افا راح تصعد اكو رياكشن فيحركها. يعني هاي صحيح هي بيها نقطتين ثبوت بس هي الهيكليه مالتها ثابته، بس اني اصلا جيت صعدتها نتيجه اليونت لود. ماشي انا هو قصدي يعني شلون تقول تفقد النقطتين مال الثبوت مالتها من احركها واحط عليها يونت ايه، لود. فاني ليش صعدتها قطعه واحده؟ ليش تمام تمام صعدتها؟ واضح. بعد منو عنده سؤال؟ هاي طبعا بالفيكس ثابتة، ثابتة وين ما يجيكم الفيكس نفس الحركة تصير، فيما عدا لو دكتور، كان ما أقدر أحرك راح يصير عندي صفر. نعم اذا الهنج اي ما موجود زين، ما راح تصعد القطعة اي بي، ما راح تسحب السي وياها، ما راح يعني يصير هي السي كله لازم صفر، صفر. راح يصير كله صفر ها يعني ما طبعا تصعد بعد ما اصلا. هي طبعا بعد ما لأن هاي النقطة ثابتة، هاي النقطة بيها ثبوت، فبعد ما بي مجال للحركة هذا كله راح يصفر. تمام دكتور. وهسه راح نحل هواية أمثلة وشوفون الفرق اللي راح يصير بيناتهم. زين نكمل عن دكتورة، بس سؤال. أي يعني مثلا هسه يعني عند الهنج بي أي وقلنا بس دي مثلا ثبوت وبدي ثبوت، يعني دي مو هنج يعتبر، زين هذا راح يستمر بالنزول؟ راح يستمر بالنزول، لا هم راح يتحرك. شوف انت هسه لا تظل تفكر هذا لو ماكو، هاي من اسوي سؤال واجي احل. هذول لو ما موجودين، هذول لو ما موجودين كان صارت هاي منا لحد هنا هي قطعة واحدة انشائية، تمام؟ لان احنا قلنا القطعة الانشائية اللي نهايتها اما فري والشي الداخلي هنج او رولو او هاي، فهاي هاي كلها راح تصير قطعة انشائية. هاي القطعة الانشائية ثابتة، إذا صارت هاي ثابتة بعد هاي ما ممكن أن تتحرك، لأن نقطة بي راح تكون ثابتة بثبوت القطعة، إذا يعني يعتبر هم الرسم رياكشن راح راح يصير صفر. ها يعني الرسم راح يعتبر رسم من الاي للبي وخلص كله أي يعني. هذا كله صفر. هذا تمام دكتور. نكمل عني زين. هسه راح نعم نجي يريد من عندي الرياكشن بنقطة سي، الرياكشن في نقطة سي. وين نقطة سي؟ هاي نقطة سي. ايش قلنا؟ قلنا من يريد من عندي بسبورت حخلي اليونت لود ذاك السبورت وبقية السبورتات اصفرها. زين وانتبهوا وياي، هسه هاي راح اجي اصعدها وحدة واحدة. زين زين، هاي من صعدت وحدة واحدة هذا مفصل بمجال للحركة، بمجال للحركة راح يقدر يصعد وياي، هذا طبعا صفر، هاي راح تصعد. زين اني هاي صاعدة واحد، هذا وجود ذول الهنجين الاثنيناتهم راح يسهل لي بالميكانيزم. طبعا هنا أنا هاي صفر وهاي صفر، اذا هاي القطعه كلها لحد هنا شبيهه صفر. زين هذا المكان ايش راح يصير بيه؟ انا هنا صاعده بمقدار وحده واحده، هذا الهنج ايش راح يصير عندي؟ راح يصعد وياي وبعدين ينكسر. وين ينكسر؟ بهاي النقطه، تمام؟ يعني هسه لو تجي تتخيل عندك هذا الميكانيزم كأنما شلون الميكانو عندك دا تسويها تشكلها بيدك، هذول ثابتين. ليش قلنا؟ لأنه هذا من أنطيه اليونت لود بقية السبورتات أصفرها، هذا ما يتحرك أيضا ثابت،
إذن هذا راح يصير عندي بهالشكل هذا، وجود هذا الهنج راح يخليني أتحرك. لو ماكو هذا الهنج ما راح أتحرك، راح يصير عندي كله صفر، لكن وجود هذا الهنج راح يخليني أصعد هنا وحدة واحدة. زين، أنا هاي من صعدت، وجود ذول الهنجين اثنيناتهم راح يسهل بالميكانيزم، هذا راح يصعد وهنا راح ينكسر، وقلنا هاي القطعة تصير صفر. إذن فرسم الانفلوينس لاين بهالشكل هذا. هاي القيمة منين أجيبها؟ من تشابه المثلثات. هاي عندي أعرفها واحد، وهاي من تشابه المثلثات أطلعها، وبقية القيم راح تكون عندي صفر. واضحة؟ سهلة هاي، ما بيها مشكلة. هسه راح أجي أشيرد من عندي بعد. أي تفضل ماما. بس سؤال، هسه بهيجي حالة مثلا إذا حسبناها وحسبنا إنه طول المنبر، هسه عندنا ال DE 2 متر، إذا حسبنا إنه طولها ما يوصل لهالارتفاع، ما يوصل شنو؟ ما يوصل لهالارتفاع من يصير الحركة، يعني أنتي ناطيتنا أطوال. إي لو بنهمل هالشي يعني. ما دا أفتهم يعني شنو؟ يعني قصدك ما أنطيك هاي القيم؟ لا لا مو ما تنطيني يعني. لا هذا الواحد، بس لحظة، هذا الواحد منتهي منه هو اليونت لود. ده تقصد هاي شلون طلعت؟ هاي شلون طلعت؟ لا لا هاي تشابه مثلثات. لا لا شنو؟ انت بالفوق نعطيتنا القطعة بي سي طولها 2 متر صح ولا لا؟ بي سي 2 اي. والسي دي 3 متر. زين. من ترتفع غير نحسب الارتفاع مال هاي النقطة اللي راح تصير بدي. هاي قصدك ايش قد ارتفعت؟ اي اذا حسبنا ارتفاعها انه القطعة اي دي ما يكفي طولها انه توصل للارتفاع مال هاي. ما تكفي طولها؟ شلون ما تكفي طولها؟ ليش احنا شنو ايش عندنا؟ ما راح تتغير. لا ماما لا، شوف انت، شوف بس انتبه وياي، احنا ترى دا نتعامل على منشأ تمام؟ يعني هذا المنشأ هذا اول شيء الهنج يتحرك بجميع، يعني هسه هذا يتحرك 360 درجة، وين ما اجي افره يفتر، تمام لو لا؟ متفقين لو لا؟ تمام. زين، انا هذا من اصعده طبعا يصعد، لان هذا منشأ ستراكشر، اعطيه دفعة كأنه ما اندفع منه انا، راح وين ما يوصل الطول مالته يوقف يتنق ويصير عدي ويربط. وين وصل هذا؟ من هو شنو تشابه المثلثات؟ انتوا تعرفون شنو يعني تشابه المثلثات؟ قاعد انا ايش اسوي؟ هو تشابه مثلثات حتى اطلع اطوال، تمام؟ فيعني هذا اكيد الطول، الارتفاع مالته بقدر الطول اللي مسموح عندي. هسه شلون راح تقول لي شلون؟ يعني هذا بقد هذا راح يصير، تمام؟ صح لو لا؟ اي صح. اي فيعني شنو وين ما انا ما دا صورت ايش تقصد، بس اللي افتهمته تقول هذا خاف ما يوصل. هسه افتهمت. شكرا دكتور. اوكي. دكتور بس وضحي شلون طلعتي بالتشابه المثلثات هذا ال 2.0؟ ترى طلاب يعني والله عيب، ما يصير هيك نضل نسأل أسئلة. شلون تشابه مثلثات؟ هسه أشابه هذا المثلث الكبير ويا هذا المثلث الصغير، مو؟ آه يعني تمام دكتور، هذا هذا يعني مو نسأل أسئلة إيه. مال صف أول ابتدائي يعني ما يصير التشابه مثلثات أشابه. المهم أوكي يعني أرجع أتحلها بيدك، وشابه المثلثات هذا الكبير ويا هذا الصغير، واضح؟ وهنا بما انه المسافات متساويه، اذا هذا صعد واحد، هذا راح يصعد اثنين، اللي وراه يصعد هيك، يعني بصوره متناسقه لانه الاطوال متساويه. زين، هسه راح نجي على الرياكشن بنقطه اف. وينها اف؟ هاي نقطه اف. خلينا نجي نشوف نقطه اف شلون راح يصير بيها رسم الرياكشن. نقطه اف قلنا اي مكان، هسه هاي تشبه سي. زين شوف بس، شوف راح ايش راح يصير مني بالطرف الثاني. العفو، نقطة F هاي نقطة F يريد من عندي بها الرياكشن. إذا ايش راح اجي اسوي؟ اخلي الواحد هنا وبقية السبورتات اصفرها، تمام؟ زين خل اشوف من صفرت بقية السبورتات ايش صار عندي. راح اجي من هذا الطرف، هاي القطعة ثابتة تمام، لان اكو نقطتين ثبوت، وهاي هنا صفر ثابته. اذا لحد هذا الهنج ايش راح يصير بيه؟ ما ممكن ان تتحرك هاي القطعه الانشائيه. ليش؟ لانه هاي ثابته وهاي النقطه ثابته بثبوت والسي نقطه، فهذا القطعه كلها ثابته. زين، اني هذا من صعدت وحده واحده،
هذا ايش راح يصير به؟ صفر. زين، اني هذا من راح اصعده، هذا ايش راح يصير به؟ هذا الطرف راح ينزل، تمام، مثل القبان، فراح يصير عندي بهالشكل هذا، تمام. هذا واحد. زين، خلي اشوف هاي المنطقه ايش راح يصير بها. وجود ذول الهنجين راح يسهل لي بالحل، يعني هذا الهنج الاي راح يصعد وياي وبعدين راح ينكسر وين؟ بالهنج دي. ليش انكسر هنا؟ لانه لازم يرتبط بالصفر. ليش هذا صفر؟ لازم يرتبط بالصفر. فصار عندي شكل الانفلونس لاين للرياكشن في نقطة F، هذا هو شكله. خلينا نجي نشوفه، هذا هو شكله. الواحد هو أخذ الرياكشن المطلوب. هذا شلون راح أجي أحسبه؟ بتشابه المثلثات، أشابه هذا المثلث الكبير ويا هذا المثلث الصغير وأطلع القيمة. نفس الحالة هاي أيضا بتشابه المثلثات، هذا ويا هذا، أو أكمل هذا المثلث والكبير ويا هذا الصغير، بكيفكم، كله صحيح. وقدرت أرسم الرياكشن بنقطة F. خلينا نجي نشوف الرياكشن في نقطة G. الرياكشن بنقطة G إيش راح يصير عندي B؟ زين، هنا أنا قلنا من يريد من عندي الرياكشن بنقطة G راح ننطي الواحد للG ونصفر بقية الرياكشنات، تمام؟ زين، أنا هذا إذا أعطيت الواحد، نجي نشوف هذا الجزء. هاي قلنا منا لحد هاي النقطة هي قطعة إنشائية ثابتة، إذا راح أصفر راح أجي أصفرها. هاي منا لحد هنا هي مصفرة. زين، من هذا الطيتة دفعة بمقدار وحدة واحدة، صعد وحدة واحدة، هذا الفريش بي راح يصعد أعلى منه، تمام. هذا صفر، إذا راح ينزل، هذا راح أجي أربط بيناتهم يصفر. زين، هذا بي مجال للحركة، اي بي. ليش؟ لان عندي هذا الهنج وهذا الهنج، هذا الهنج لازم اربطه ويا الصفر، فراح اجي اوصله بهالشكل هذا. هاي شلون اطلع القيم؟ بتشابه المثلثات. اذا الرسم ماتي مال الرياكشن صار عندي بهذا الشكل، وصلته، هذا هو القيمة، هاي قيمته واحد، هذول نطلعهم بتشابه المثلثات. هسه احد عنده سؤال؟ هذا هسه انا ذني اللي شرحتهن كل ما موجودات بالرياكشن هي هاي، ما يجي غيرهن، يعني ما يجي حاله تختلف عن ذوله، يعني هسه هاي حاله شامله لكل انواع الرياكشن، تحفظها، تفتهمها، تسويها، يعني ما اعرف، المهم انت تعرف الفيكس شو يصير به، والهنج والروله الداخليه شو يصير بيها. فهذول هي حاله شامله لكل انواع اللي راح تجي تصادفني بالاسئله. أحد عنده سؤال قبل لا أتحول للشير؟ دكتورة، F و G مو نقاط ثبوت، شنو نحرك البين بيناتهم؟ منو وعيني؟ الـ F و G مو نقاط ثبوت؟ الـ F G؟ F و G مو هنج؟ إيش بي هذا؟ أنا هذا صعد وحدة واحدة لأن هو دا يريد بالجي. إي دكتورة، بس أوضح لنا شلون صعد؟ أنا ما أسمع صوتك مقطع، بس أعيد السؤال ماما. دكتورة بس توضيح لهنا شلون صعد بين الاف والجي. دكتورة يقصد الاف والجي مو نقاط ثبوت، ليش صعدن هي إذا هي ثابتة؟ ماما شنو ثبوت؟ مو أنا دا آخذ بيها القيمة، هسا أنا إيش دا يريد من عندي رياكشن بجي؟ يعني هذا بعد مو ثبوت، هذا مو ثبوت، أنا راح أصعده، أنا راح أحركه، راح أشيل السبورت وأخلي قيمة يونت لود مقدارها وحدة واحدة. زين اللي عاد هنا شو ما سألتوني؟ هاي مو بها نقطة واحدة شلون صعد؟ مو؟ من أجي أخلي أريد بالسبورت، هذا بعد ما يصير نقطة ثبوت، ليش؟ لأن هذا راح يتحرك، راح أخلي بيه يونت لود وأطلع رياكشن، راح يصير بيه قوة، كأنما شلت هذا وخذت تأثيره هو بالواحد، واضح؟ فهذا بعد مو نقطة ثبوت، أي مكان أنا دا أشتغل عليه بعد أشيل الثبوت مالته، ليش؟ راح ياخذ قيمة الواحد، واضحة؟ فهنا من يجي أصعده وحدة واحدة، هذا بمجال للحركة لو ما بي بمجال، يعني هذا من راح أصعده وحدة واحدة هذا الطرف راح يصعد وياه، تمام؟ وهذا راح ينزل. لو ما هذول الهنجين اثنينهم كان ما قدرنا نتحرك، بس أكو هذول الهنجين هي اللي دا تسمح لي بالحركة، تمام؟ هذا قلنا الطرف هو ثابت صفر، هذا راح ينزل لوجود هذا الهنج اللي قابل للحركة نزل وياه، وراح أجي أربط بياناتهم. ليش؟ لأن هنا أنا واصلة للصفر وهنا واصلة لهاي القيمة، واضحة؟
تمام دكتورة واضح. بس أريدكم ماما تفرقون النقطة اللي إذا أشتغل بيها بعد ما تعتبر نقطة ثبوت. ليش؟ هاي طبعاً بالرياكشن. ليش؟ لأنه أنا دا أشيلها وأخلي الواحد بيها بالرياكشن دا أحكي مو بغير شيء. تركزون وياي، لأنه الواحد هي راح تأخذ كأنما شلت لهذا، هو راح يأخذ قيمة الواحد. واضح؟ نعم دكتور. زين هسا راح نجي نشوف الشير. هذا الشير أريدكم تركزون وياه لأن شوية مهم، شوية بصعوبة. هسا راح نجي نرسم الشير. قلنا بما أنه سبورت، إذا الشير بالسبورت ما أخذه بنفس السبورت، وإنما أخذ to the left و to the right. نرجع، إيش يريد من عندي؟ يريد من عندي الشير بنقطة سي to the left. وين نقطة سي؟ هاي نقطة سي. زين to the left يعني رح أشتغل على هذا الجزء. القانون مالتي اللي أعطيتكم إياه ذيك الساعة وتعلمناه، رح ننزل بما أنه هو جهة يسرى، إذا الجهة اليسرى دائما النزول هو الموجب. عشان عرفتها؟ عرفتها من مبدأ الإشارة، هذا اللي عندي آني. واضح؟ مبدأ الإشارة يقول جهة اليسرى تنزل موجب، وإذا كان عندي باليمنى جهة اليمنى تصعد هي الموجب. زين راح أجي آخذ سكشن وين قبل هذا بشوية، يعني أنا كأنما الحائط ويا قصة الحائط راح أجي أقطع. أنا راح آخذ لكم إياه هنا حتى يتوضح حتى تفتهمون، بس هي القطع لازم بصف السبورت بالضبط. هذا ايش راح أجي أسوي؟ راح أطبق مبدأ الإشارة الموجب مال الشير. تمام؟ زين هاي من أطبقها خطوة بخطوة بعد مستحيل أغلط. زين ايش قلنا؟ قلنا بما أنه هو لليسرى، إذا هذا راح ينزل وحدة واحدة، وذاك بعد نشوف حسب الميكانيزم اللي يصير عندي. زين هذا هاي القطعة من أي إلى بي بيها مجال الحركة؟ بيها مجال تنزل؟ إي بيها مجال تنزل. ليش؟ لأن عندي هذا الهنج. لو ما وجود هذا الهنج كان ما قدرت أنزلها، لأنه هاي الأي تعطيني نقطتين ثبوت. إذا راح أجي أنزل هاي وحدة واحدة لحد وين؟ لحد البي. لحد البي. شوف الواحد منو أخذه؟ أخذه هذا كله. تمام؟ زين راح نجي نشوف. أنا انتهيت هسه من هاي الطرف. هذا الطرف عندكم بي سؤال؟ واضحة هاي ماما شلون نزلت وخذت الوحدة الواحدة؟ واضحة دكتورة. هسه دكتورة ممكن تعيديها؟ هسه راح نجي نشوف. قلنا السبورت راح نجي ناخذ قطع قبله بجهة اليسرى. ليش بجهة اليسرى؟ لأن هو رايد باليسرى. زين احنا قلنا من جهة اليسرى أنزل وحدة واحدة هو الموجب. ليش؟ لأن مبدأ الإشارة الموجب مالتي مال الشير يقول القطعة اليسرى إذا نزلت موجبة، والقطعة اليمنى إذا صعدت هي موجبة. فأني بعد أنسى هذا اليمنى أجي أنزل، أنزل بمقدار وحدة واحدة. خل أشوف أقدر أنزل؟ إي أقدر. ليش؟ لأن أكو هذا الهنج. هذا الهنج رح أجي أنزل وحدة واحدة ورح ينكسر لحد وين؟ لحد الهنج. نزلت هاي القطعة بعد ما تتحرك. ليش؟ لأن هاي الأي تعطيني نقطتين ثبوت مثل ما احنا متفقين سابقا. واضحة هسه؟ اي نعم دكتور. هسه راح اجي، هسه اريدكم تركزون وياي اكثر حتى نشوف ايش راح يصير بالجهة الثانية. الجهة الثانية انا وين قصيت؟ قصيت قبل بشوية، يعني اكو فشي هنا شوية قبل السبورت. هاي الشوية هي بالأصل المفروض شو يصير بيها؟ المفروض هاي تصعد. تمام؟ هذا المفروض يصفر، يعني كأنما هاي القطعة الصغيرونة اللي قدامكم راح أجي أصعدها وأجي أصفر وين؟ بهذا الجزء. وياي ركز، راح يصفر. هذا المفروض ينزل. راح أجي أشوف الميكانيزم مال البيم يسمح لي بهاي الحركة لو ما يسمح. خل نجي نشوف. هذول هنا أنا عندي اثنين نقطتين ثبوت، إذا هاي القطعة بكبرها لحد هنا ما تتحرك. ليش؟ لأن هاي قطعة إنشائية، والقطعة الإنشائية قلنا من بيها نقطتين ثبوت ما تتحرك، إذا أنا لحد هنا صفرت. هاي واضحة. أجي أشوف هنا هذا الجزء بمجال يتحرك هاي الحركة اللي قلت، هاي الشويونة الصغيرة القطعة تصعد وبعدين أقدر أنزل؟ إي أقدر. ليش؟ لأن عندي هذول الهنجين الدي والإي
بيها مجال للحركة، فأني هذا راح أقفل بيناتهم من الصفر لهنا. إذن أني هذا الرسم لشوية، هذا أني ما يهمني ليش، لأنه قلت أني قاصة بصف الحائط، فهذا يعني يمكن أقل من ربع الطابوقة، فما أريده. راح أجي أرسم بس هذا الجزء، راح نجي نشوف، راح أجي أرسم هذا الجزء هو التكملة ماتي، وهذا قلنا راح يصفر. شوف شوف الرسم ماتي، شوف الدقة، هذا ما راسمته من الخط، راسمته شوية بعيد عليه. ليش؟ لأن أنا ما قاصة بالخط، قاصة قبل الخط. وهاي اللي شوية الصغيرة اللي قدامكم شنو بيها المفروض؟ مفروض بيها صاعد بمسافة صغيرونة. نجي نشيك الملاحظة مالتنا ما أنساها، بأنه إذا آخذ الشير للسبورت لازم شي يصير عندي؟ الطرف الأيمن يوازي الطرف الأيسر. هسه صحيح عندي هذا الطرف يوازي هذا الطرف، خاف واحد يغلط يجي هذا الجزء يصعده، لأن يقول لك هذا نزل لازم هذا يصعد، ويجي ينزله لا ما يصير. ينتبه بأنه هذا الطرف لازم يوازي هذا الطرف، إذن هذا لازم ينكسر بنفس موازاة هذا البيم، ويبقى الميكانيزم مال الستركتشر هو يحكمني شلون راح يصير الشكل. هسه هاي واضحة، هاي كلش مهمة طلاب تنتبهوا لها، اللي عنده سؤال يسأل، لا تخجلون ولا تستحون اسألوني، لأن هاي كلش مهمة. واضحة لو لا؟ واضحة دكتورة، يعني ما طول نزل يعني باليسرى أم راح ينزل باليمنى؟ هذا التناظر قصدك؟ راح إذا نزل هذا لازم ينزل؟ لا مو لازم، حسب الميكانيزم مالتي مال البيم، بس بما أنه هذا السلوب مالته بهالشكل، هذا هذا لازم يوازيه ويصير نفس شكله، بس غير بيم هذا جوز ما ينزل، جوز ينزل قطعة واحدة بس. لحظة ماما، حسب الميكانيزم مال البيم، بس بالنهاية المفروض هذا يوازي هذا، واضح؟ هسه راح نيجي نحل بعدين نشوف شلون يصير التغير اللي بيه. نعم دكتورة، اي دكتور، نقطة بي مو قبل شو اسمه نقطتين ثبوت. مدى اسمع صوتك ماما، شنو؟ نقطة بي، بس عيد سؤالك شنو؟ نقطة بي، نقطة بي وينها؟ اي شبيها عيني مو قبل نقطتين ثبوت. اي شلون صعدت؟ ما صعدت، تحركت وقت تحركت، وين تحركت؟ شوفني وين تحركت نقطة بي، وين؟ هاي هي انها بالصفر، وين تحركت؟ يعني هاي المسافة المسافة تبع النقطة سي هاي؟ هي هم نزلنا واحد، هاي وين؟ شوف صعد وباوع لي وين هاي؟ بي تحركت ما تحركت؟ بقت بمكانها المسكينة ظالة قاعدة، بس هاي اللي نزلت مو؟ بعد من عنده سؤال؟ القطعة هاي اللي بين بي والسي لما تقصها وتصعد أو تنزل قصدي، بين البي والسي إيش بيها؟ شون أنا متأكدة إنه اللي راح يربط بين السي والقطعة هاي النازلة حيكون عجل، يعني يا نازلة ما يكون سميلي أسماء يا نازلة، القطعة اللي لما جوا يعني بالمخطط اللي لما نقص الصار عدلة الصار أي هاي شلون صار عدلة؟ يعني مو هو راح ينفتح راح تكون على غلب وين عدلة؟ وين عدلة ماما بس قولي لي عوجل، لأنه راح يمام مثل ما وين العدلة؟ هي هاي القطعة هاي العمودية القصيرة اللي تربط بين السي و أي هاي فيها هاي نزلت قلنا ياخذ الواحد كله هو تمام؟ اي ادري بس يعني نعم دكتور، بس شلون تصير يعني عدله؟ مو هي هاي القطعه اللي قبلها راح تنفتح ولما تنفتح تصير اقصر؟ لو يعني انا ما اعرف شلون يعني ماما بس ركزوا وياي، هاني هذا سبورت هو عباره عن منشأ وليس هيك اني فشي خالته، هذا المنشأ جيت قصيت قبله، يعني هسه تخيلي انت مو قاعده بالغرفه الحائط قدامك، وين راح تجين تاخذين قطع؟ راح تجين تاخذين بالقطع قبل الحائط مال الغرفة اللي انت قاعدة بيها، زين؟ زين. أنا أجي أشوف هذا هاي القطعة السقف، وهذا البيم يعني أما قطع جزء من سقف أو بيم، هو بيم أصلي يعني،
هاي القطعة ايش راح يصير بيها؟ بيها مجال تتحرك من الطرف الثاني؟ اذا انت قاعدة وراك حايط، هذا الحايط صبة وحدة ويا السقف، اذا ما يتحرك كأنه ما فيكس. بس اذا انت وراك حايط لاخ، هذا الحايط لاخ هم بيه مجال للحركة، اذا راح ينزل يقدر ينزل. فراح النزلة مالتي الواحد الواحد راح ياخذها كل هالقصة اللي انا قصيتها قبل. ليش؟ لان هذا الجزء بعد ما يرتبط بيه زين. لكن هذا الجزء بس انتبهي وياي، شوف هاي الصغيرة اللي انا خالتها، هاي هي صاير بيها حركة بس انا مدى اشعر بيها. ليش؟ لصغرها فاهملها. هاي صار بيها، صار بيها ترى صاعدة هيجي ونزلت تكملة ويا هذا، بس أنا ما أرسمها لأنه ما أحتاجها وصغيرة ما تفيدني. واضح؟ نعم دكتور. هسه هو جاوبك على سؤالك لو لا؟ إي إي نعم دكتور، احتمت عرفت قصدك. هسه بعد من عنده سؤال؟ هي يمكن أصعب شيء عندنا هي الشير باليمنى وباليسرى. هسه راح نحل هواي أسئلة وتشوفوها بعدين تصير عندكم عادية. خلنا نجي نشوف إذا ناخذ الشير باليمنى، الشير نفس السبورت بس الشير باليمنى. نجي هنا، هذا هو الرسم مالتنا. راح أجي هذا، أجي أرسم الشير باليمنى. نفس الشيء ما طول قال لي باليمنى أرسم، إيش راح أجي أسوي؟ وين آخذ قطع؟ هسه قال لي اريد باليمنى، وين اجي اخذ قطع؟ عاد اسمع من عندكم. بعد الحائط بشويه، يعني بعد السيب شويه. بعد السيب شويه، يعني راح اجي اقص هنا أنا. ماشي؟ راح اجي انا اخذ القطع شويه ابعد حتى يصير واضح عندكم. جيت قصيت هنا أنا. وراها اجي اطبق مبدا الاشاره الموجب، انا دا اشتغل دا يقول لي يمنى، اذا اليمنى شنو الموجب مالتها؟ فوق لو جوا؟ صعود وحدة واحدة هو الموجب. إذن هذا مبدأ الإشارة الموجب، هذا الجزء الصغيرون هم أنزله، فهذا راح يصعد وحدة واحدة زين. هذا راح أصعده مقدار وحدة واحدة زين. خل أجي أباوع الميكانيزم ماتي يسمح لي بهذا الصعود لو ما يسمح راح نجي نباوع. هاي القطعة الإنشائية لحد نقطة إي بيها نقطتين ثبوت، اذا ما ممكن ان تتحرك، ما ممكن ان تتحرك، اصفرها زين. هسه اني هذا صار عندي من نال هنا صفر، ومن نال هنا عندي هذا صاعد بمقدار وحده واحده، تمام؟ صاعد هسه هذا عندي بمقدار وحده واحده. خل اشوف هاي المنطقه ايش راح يصير بيها، هاي المنطقه ايش راح يصير بيها زين. هاي المنطقه قلنا لازم من تجي تصعد، انتبه وياي، وجود هذا الهنج، وجود هذا الهنج، هاي القطعة ما بيها أي ثبوت، إذن إيش راح يصير عندي؟ وجود هذا الهنج راح يصعد لي هاي القطعة بأكملها وحدة واحدة لحد هنا. هاي النقطة نهايتها ويا هذا المفصل لازم أربطها، يعني لازم هذا وين صعد لازم أربطه بالصفر. ليش؟ لأنه هذا صفر، راح أربطها راح يصير الشكل عندي بهالصيغة هاي. فصار عندي هذا صعدت مقداره وحده واحده، وجود هذا الهنج راح يصعد بما انه ما بي ثبوت، اذا راح يصعد كل قطعه وحده، صعد هنا. هاي النقطه اي هي ثابته بالصفر، اذا راح اجي اربط بيناتهم وهي الصفر، صار عندي الرسم بهالشكل هذا. خلينا نجي نشوفه، راح اجي اصعد. شوف انا خاله هاي المسافه الصغيره لان انا ما قاصه بالسبورت، قاصه قبلها، فراح اصعد وحده واحده، وهاي هنا انزل وهنا ينكسر، وهذا كله راح يصفر زين. هاي الحاله ايش راح تعكس لي على الطرف الايسر؟ ايش راح يصير عندي بالطرف الايسر؟ انتبه وياي، الطرف الايسر هاي المنطقه اللي شويه هاي الصغيرونه اللي احنا ماخذيها، ايش راح يصير بيها؟ راح تنزل المفروض، بس مو وحده واحده، الواحد كله اخذ منه الجزء الايمن زين. هنشوف هاي القطعة بيها مجال تنزل لو ما بيها مجال. هاي عندي نقطة ثبوت وهاي عندي نقطة ثبوت، إذا القطعة الإنشائية منا لحد المكان اللي أنا قاصة بيش بيه ثابت، إذا ما ممكن أن تتحرك هاي القطعة كلها لحد وين ما قاصة، ما ممكن أن تتحرك. إذا
شو حجي أوصل؟ رح أوصل بيناتهم بخط مستقيم، فصار عندي الشكل بهالشكل هذا. أجي أشيك، أنا قلت من أجي أخذ السبورت لازم يمين السبورت يوازي يسار السبورت، خل أجي أشوف هذا مستقيم، إذا هذا لازم يكون مستقيم، إذا حلي أنا الحالته صحيح. واضحة هاي؟ شوف شلون الفرق بين هاي الحالة وبين هاي الحالة. هاي الحالة صارت بهالشكل هذا لأنه أكو نقطتين ثبوت فما تتحرك القطعة الإنشائية فصفرت، بينما هنا هذا الجزء كان بيه مجال للحركة إذا تكسر وصار بيه هذا الشكل لوجود هاي الهنجين اللي هنا اللي عندي. هاي واضحة الحالة؟ فهذا الشكل اللي صار عندي، تمام؟ أحد عنده سؤال؟ تبتلين مثلا ما اليمين اليمين واليسار متى يعرفوا شنو هي؟ صدقي يعني تسأل شنو ما تعرف شنو شنو ماما شلون يعني ما تعرف ما تفهم وين اليمنى هاي اليمنى وين اليسار هاي اليسار شلون؟ ما تفهم شنو تجيب بالوازي شنو الوازي شلون؟ هسه انت هذا الخط مو عدل؟ الموازي مالته لازم يكون عدل تمام؟ صح لو لا؟ هذا هذا مائل بهالشكل هذا، هاي الجهة هم لازم تكون مائلة، إذا رسمتها بهالشكل هذا غلط، لازم توازي هاي. هذا شلون يصير؟ هذا يصير مثله، هذا عدل هذا عدل، هذا صاعد منه يعني بغير الأسلوب، يعني شلون ما يكون هذا الطرف هذا لازم موازي، تعرف شنو موازي؟ يعني يمشون بخط عدل ما يتقاطعون، يعني هسه هذا لو أمده الما لا نهاية ما راح يتقاطع ويا هذا، تمام؟ الاثنيناتهم عدلة، هذول لو أجي أمده هذا أمده ما يتقاطعون، إذا ذولا متوازين، واضح شنو دا أحكي؟ واضح. بعد منو عنده سؤال؟ ماكو سؤال، هسه رح نجي نتحول على العزم بنقطة سي، العزم في نقطة سي. وينها نقطة سي؟ ها هي نقطة سي، يريد من عندي المومنت، أنا أي شيء يريده أجي أخلي مبدأ الإشارة اللي أنا متعلمته بالمكان اللي هو رايده، زين؟ زين، راح أجي بسي يريد من عندي العزم، أجي أباوع يمين السي ويسار السي، أجي أشوف هل أكو نقطة ثبوت؟ طبعاً شوف ملاحظة كلش مهمة تنتبه لها، بالعزم أنا ما راح أخلي يونت لود. يعني معناها السبورت اللي أنا دا أشتغل عليه يعتبر نقطة ثبوت، مو مثل الرياكشن. بالرياكشن أنا شلت الرياكشن وأخذت القيمة مالتي الواحد، فما صارت عندي نقطة ثبوت، لكن بالعزم يعتبر نقطة ثبوت. هاي ملاحظة كلش مهمة تنتبه لها. فهنا رح أجي أباوع من دا يريد من عندي عزم بنقطة سي، أجي أباوع على اليمنى مالتي. أكو ثبوت؟ قلنا إذا أكو ثبوت رح ننزل بمقدار زاوية 45، إذا ما أكو ثبوت لا رح أطبق مبدأ الإشارة الموجب وأشتغل. خل نجي نشوف ثبوت، طبعا من اليمنى ومن اليسرى أجي أشيك، أجي أشوف هاي نقطتين ثبوت، إذا هاي القطعة الإنشائية ثابتة تمام. هاي أيضا نقطة ثبوت، نقطة بي هي ثابتة من ثبوت القطعة، إذا هاي القطعة الإنشائية منا لحد نقطة سي شبيها ثابتة، بمعنى آخر هاي ما ممكن أن تتحرك. رح أجي أنزل بمقدار زاوية 45 وأشوف هل الميكانيزم مالتي مال البيم الطرف اللاخ يسمح لي بهذا النزول لو ما يسمح. إذا ما سمح بالنزول مباشرة أصفره كله، إذا لا والله عندي هنجات داخلية أو سبورت يسمح بالنزول إذا ممكن أنزل. رح أجي أشوف الميكانيزم شلون رح يصير. خلني نجي نشوف هنا، أنا هسه قلت لهنا ما أقدر، رح أجي أنزل بزاوية 45، خلي أجي أشوف هنا أقدر أتحرك بهاي الزاوية 45 لو ما أقدر. هاي القطعة من H إلى E بيها نقطتين ثبوت، إذا رح تصفر ما تتحرك، ليش؟ لأن بيها نقطتين ثبوت. خلي أشوف هذا الجزء يشتغل لو ما يشتغل بالحركة، إيه يشتغل، ليش؟ لأنه أكو هنا هذول الهنجين، هذا نزل، ليش؟ لأن أنا فريته بزاوية 45، إذا هذا حربط بيناتهم بين الإي وبين الدي، صار عندي الشكل هذا، شقد نزلت بقدر هذا الطول، هذا الطول 2، إذا نزلت هاي هم 2،
هنيجي نشوف شلون صار. هذا هو جيت نزلت بمقدار 2 للأسفل سالب، وهذا هنا المفصل اي وهذا المفصل دي، وهاي كله اصفارة. واضحة شلون صارت عيني؟ أحد عنده سؤال على عزم نقطة سي؟ السي نفسها ما تحركت لأن هذا عزم مو؟ لأن عزم تعتبر نقطة ثبوت، قلت لكم بالعزم، لأن أنا ما أشيله للسبورت بس دا أفره، بينما بالرياكشن دا أشيله وأخلي الواحد، صح لو لا؟ فمن أي شيء أشيله يضيع لي يعني من الثبات. عيني. تفضل ماما. ست النزول بزاوية، النزول بزاوية 45 هاي ثابتة؟ إيه، إذا أكو نقطة ثبوت من جهة اليمنى أو جهة اليسرى الحركة راح تكون بزاوية 45، لكن إذا ماكو ثبوت هسه راح نجي نشوف ناخذ أمثلة نشوف شلون راح يصير عندي الحالة. ماشي؟ زين، هسه راح نجي يريد من عندي هسه المومنت بنقطة F، راح أعيد حتى بعد ما نغلط. هاي هي نقطة F، هاي يريد عندي العزم بنقطة F. خلني نجي نشوف نقطة F، أجي أشيك هل بيها ثبوت. هاي أول شيء أشيك، ما لقيت ثبوت إذا رح أروح على الطريقة الثانية اللي هسه رح أجي أذكرها. زين، وين هسه إحنا دا نحكي؟ وين دا يريد؟ بنقطة F، هاي نقطة F. زين، هنجي أجي أشيك نقطة F، نقطة F أجي أباوع الجزء هذا. احنا قلنا النقطة اللي هو دا يريدها هي تعتبر نقطة ثبوت، هاي نقطة ثبوت وهاي نقطة ثبوت، تمام؟ اذا هذا الجزء ما راح اقدر احركه، يعني مبدأ الاشارة الموجب اذا تذكروه هذا بعد ما يشتغل عندي. ليش؟ لانه لقيت نقطتين ثبوت. بما انه عندي نقطتين ثبوت من جهة اليمنى ايش راح اسوي؟ راح اكسرها، انزل بزاوية 45 بهالشكل هذا، تمام؟ زين، اجي اشوف هذا الجزء يسمح لي بهالنزول لو ما يسمح. خلني نجي نبدي نشتغل من نقطة A، من نقطة A لحد نقطة D ثابت. ليش؟ لانه هاي توفر لي نقطتين ثبوت وهاي عندي نقطة ثبوت، اذا هاي القطعة الانشائية لحد هنا ثابتة. نجي نشوف هذا الجزء بمجال لنزول هاي ال 45، اي بمجال. ليش؟ لان اكو هذا الهنج عندي D و E، اذا راح اجي اربط بيناتهم، وهاي هي الزاوية 45. هذا شقد نزلت هنا، شقد هاي المسافة 2، انزل هنا هم 2، واقدر الحق بهذا رسمت قيمة الشيء المومنت بنقطة F. فهاي هي 45، هاي مقدار النزول، وهذا 0 وهذا 0. ليش صفارة؟ لان هنا اكو ثبوت وهنا اكو ثبوت، هاي نفس الحالة اللي هي فوقها. خلي نجي نشوف العزم بنقطة G، هاي هي نقطة G. زين، نقطة جي خل اجي اشوف هنا، هذا الجزء ما بيه ثبوت لانه فري. نجي نشوف هذا الجزء، هاي القطعة الانشائية طبعا من هنا لهنا بيها ثبوت، اي بيها ثبوت. ليش؟ لانه هاي سبورت وهذا سبورت، اذا ما طول اكو ثبوت من جهة اليسرى، اذا هذا الجزء ايش راح يصير بيه؟ راح ينزل بمقدار زاوية 45. ايش قد مقدار النزلة؟ بمقدار هذا الطول، اذا راح انزل بمقدار 1، والبقية هاي كلها صفارة. فرح اجي اشوف الرسم مالتي رح يصير هذا كله صفر، وانزل هنا بزاوية، هاي الزاوية 45 ونزلت 1. ليش؟ لان هذا الطول هو 1. واضحة عيني؟ خلينا نشوف المومنت بنقطة اي، المومنت بنقطة اي مهم شوية. وين هي نقطة A؟ هاي نقطة A. زين، المومنت بنقطة A، المومنت بنقطة A احنا قلنا من عندي سبورت، السبورت يبقى لي هو بنقطة ثبوت، اذا هي ال A بحد ذاتها هي نقطة ثبوت، صح لو لا؟ فبعد ما احير مجرد هي بيها نقطة ثبوت رأسا أكسر من عدها، أنزل بزاوية 45. زين، أشوف البيم ماتي يسمح لي بهذا النزول لو ما يسمح لي؟ خل أجي أشوف. طبعا هاي السبورتات تبقى صفارة،
تمام لو لا، لان هاي ما يمكن ان يتحرك، هو سبورت. خلينا نجي نشوف، اقدر انزل هيجي اكسر بزاوية 45؟ هذا اذا نزلت هذا الهنج اللي موجود يسهل لي بالحركة، تمام؟ زين، هذا رح يصفر، وجود ذول الهنجين اثنيناتهم رح يسهل لي الحل. ليش؟ لانه هذا من رح ينكسر شح يصير به؟ هذا رح يصعد، تمام؟ لحد هنا، وبعدين هذا شح يصير؟ هاي طبعا بنقطتين ثبوت، اذا يصفر، اذا رح اجي اوصل بيناتهم بخط مستقيم، فرح يصير عندي العزم بهالشكل هذا. بس انتبه وين ماكو عندي فيكس مباشرة اكسر من عنده بزاوية 45، هذا ما ممكن ان اطبق عليه مبدأ الاشارة الموجب. ليش؟ لان هو اصلا بيه ثبوت، مو مثل بقية السبورتات لا اجي ادوخ واشوفها بيها ثبوت ما بيها ثبوت، لا، فهنا رأسا مباشرة انزل بزاوية 45. منو يحدد لي النزول؟ بقية الميكانيزم مال البيم. يسمح بالحركة انزل، ما يسمح بالحركة مباشرة اصفر البيم كله، واضحة؟ بس هنا وجود ذول الهنجات سمح لي بالحركة، فهذا هو شكل الانفلونس لاين للعزم نقطة اي. احد عنده سؤال على هذا الشيء؟ واضحة عيني؟ دكتورة؟ عيني. بس احنا هنا نقطة اي عندنا اياها فيكس، احنا بالفيكس قلنا انه المنبر ثابت يعني ما يتحرك تجاه العزم، ما يفتر. اي ما يفتر، منو قال لك اني سويته؟ هذا احنا قلنا نجي نكسر ورا بينزل بزاويه 45، هسه انا هاي نزلت ورا بزاويه 45، هو ثابت ما تحرك، هذا مو مثل الرياكشن فرزن قلت هنا ويعتبر ثابت. اذا اكسر وليس اكسر بعده وليس هو بالسبورت، اكسر بعده بزاوية 45. واضح يعني؟ زين، هسه راح نجي ناخذ الهنج. بس ساعه هسه بعد عندنا وقت، يلا خلينا نجي نشوف الهنج. الهنج شلون ارسم له؟ هسه اني هسه السبورت اخذت كل شيء، شكو تفاصيل على السبورت بهذا الاكزامبل اللي هسه حليت لكم اياه، غير هيك حالات ما تجي. كل الحالات انا شملت لكم اياها اللي شرحتها، وبالمثال هي كل الحالات اللي ممكن ان تجي بالامتحان، لان هن ذني ماكو غيرهن. هسه راح نجي افصل لكم الهنج هم حتى تفتهمه، حتى بعد ما تغلط الهنج هم راح اعطيك نقاط عليه تحفظهن او تفهمهن، انا يعني يهمني تفهم مو تحفظ، بس اللي ما يقدر وينسى وهاي لا يجي يحفظهم شي يسوي، اذا وراها راح يجي يرسم. نقطة مهمة كلش بالهنج، الهنج فقط الى رسم القص ما بي مومنت، احنا يعني نعرف بانه الهنج المومنت بي صفر. ليش؟ لانه ما يبدي فدري اكشن ضد المومنت، الحركة بي مسموح بالحركة، اذا ما بي مومنت، صح لو لا؟ زين، اذا بس ارسم له شنو الهنج. اجي انتبه الهنج دائما هم ان راح اجي اخذ يمينه ويساره، ايش راح يصير باليمنه وايش راح يصير باليسرى. خلينا نجي نشوف شنو يعني. نفس حاله السبورت مثل حاله الرياكشنات، اذا عندي ثبوت من جهه اليمنى ماشي، اذا انزل بالطرف الايسر وحده واحده، حاله السبورت اللي حكيت عليه قبل شويه. اذا لا الثبوت من جهه اليسرى راح اصعد وحده واحده من جهه اليمنى. هنا انا بالهنج ما تفرق عندي، يعني مو مثل السبورت لازم هذا يوازي هذا، لا، شلون ما يصير شكله؟ يصير شكله حسب الرياكشن، حسب الميكانيزم مالتي مال البيم. واضحه هذا الفرق بينه وبين السبورت. خلينا نجي نشوف شلون راح نجي ناخذ الهنج. هذا عندنا اكزامبل، هذا الاكزامبل اريدكم بس وياي، اريدكم تحلوه، ترجعون تحلوه، تاخذوا لي شكو شغلات اخذناها بالاكزامبل الاول. يعني هنا ترسم لي مومنت ورياكشن، هنا ترسم لي مومنت ورياكشن تو ذا ليفت تو ذا رايت، هنا ترسم لي مومنت ورياكشن العفو شير تو ذا ليفت تو ذا رايت، وهذا سلموني اياه هوم ورك. انا هنا حالته فقط على الهنج لانه شرحت على الهنج، اريدكم هذا تاخذوه هوم ورك، تطلعوا لي بنقطة A reaction ومومنت وشير، وبنقطة C أيضا reaction ومومنت وشير، بنقطة F reaction ومومنت شير، وG أيضا reaction ومومنت شير.
واضحة؟ هذا سلموني إياه الهومورك المحاضرة الجاية إن شاء الله. هسه راح أنزل لكم إياه على الكلاس حتى تسلموه على الكلاس. راح نجي نشوف إيش رايد من عندي. رايد من عندي شير بنقطة بي. نجي البي هي عبارة عن شنو؟ هنج. راح نجي نشوف، قلنا نطبق هاي القاعدة اللي خذتها أنا، ما عندي غيرها. أجي أطبقها، أجي أشوف من جهة اليسرى بي ثبوت، إذا بي ثبوت أجي أصعد وحدة واحدة وأرسم. زين، هاي نقطة أي توفر لي نقطتين ثبوت، تمام. إذا هذا الجزء إيش راح يصير عندي؟ راح أصعد وحدة واحدة بالطرف الأيمن، راح أجي أصعد وحدة واحدة. شو القصة هاي؟ راح أصعد وحدة واحدة، خل أشوف البيم هذا مالتي الميكانيزم مالتي يسمح لي أصعد لو ما يسمح لي. سمح أصعد صعدت، ما سمح أصفر البيم كله. خل أجي أشوف هذا، إذا صعدته وحدة واحدة هذا صفر طبعا، ليش؟ لأن سبورت. هاي القطعة الإنشائية ثابتة، ليش؟ لأنه بيها نقطتين ثبوت. شبقى بقى هنا لوجود ذول اثنيناتهم. بس لحظة، هذا لا، هذا نفسه هو السؤال اللي حليناه سابقا، مو هذا يعني هو مور كان ادز لكم على هذا، لان هذا نفس الفوق هسه اللي شرحناه حليناه نحن. هسه ادز لكم غير هو مور ان شاء الله. فراح نجي هسه نصعد بمقدار وحده واحده، هذا يصفر. وجود هذا الهنج سمح بالحركه، لو ما موجود هذا الهنج كان ما قدرنا نتحرك. اذا راح اصعد بهالشكل هذا، وهنا وراها هذا بالصفر، وهاي هنا راح اجي اوصل بيناتهم بخط واحد. شوف الملاحظة اللي قلت لك مهمة، واللي هي فرق عن السبورت. شوف هذا الجزء، هذا الهنج عندي انا صحيح اخذت تو ذا ليفت تو ذا رايت، لكن هذا الجزء ما وازي لي هذا الجزء. بينما من اجي بالسبورت، من اجي اخذ الشير، لازم يكون هذا الطرف يوازي هذا الطرف. فهذا الفرق بين الهنج وبين السبورت. نجي هسه الشير بنقطة دي، الشير بنقطة دي، خلينا نجي نشوف وين اكو نقطة ثبوت نصفرها والجزء الاخ يصعد او ينزل. نجي هاي القطعة الانشائية بما انه فيكست، وهاي عندي نقطة لحد الدي هي شبيهة ثابتة، تمام؟ هاي ثابتة. اذا من هاي ثبتت اليسرى، راح رأسا مباشرة اصعد اليمنى وحدة واحدة. خل اشوف تسمح بالحركة، احنا هذا الجزء منتهين منه صفر، تمام؟ هذا الجزء منتهين منه صفر، ليش؟ لان بين نقطتين ثبوت. وجود هذا الهنج راح يسمح لي بالحركة بالصعدة وحدة واحدة، إذا راح أجي أوصل بيناتهم بخط، تمام؟ فصار عندي هذا هو رسم الشير بالهنج دي. خل نجي على الهنج إي. الهنج إي خل نجي نشوف الهنج إي، هاي القطعة اللي قبلها ثابتة لو مو ثابتة؟ ما أعرف أنا ثابتة لو مو ثابتة. نجي هذا الجزء، هذا الجزء هو ثابت، تمام؟ لان عندي قطعتين انشائيتين ثابتة. اذا هاي بما انه ثابتة، الطرف الايمن مباشرة الجزء الايسر انزل بمقدار وحدة واحدة. خل اشوف لحد وين اقدر انزل اني. اني هاي منتهين من عدها، منا لنقطة دي ثابتة. اذا وجود الهنج دي راح يسهل لي بالنزول، راح ينزل بهالشكل هذا، تمام؟ فراح يكون الرسم مالتي انزل وحده واحده وهذا صفر، راح اجي اوصل بيناتهم. فالشكل مالتي راح يكون هذا صفر وهذا انزل وهذا ايضا صفر. هذا هو الرسم، هذا كل ما هنالك موجود بالهنج، ما عندي بعد غير شيء. واضحه دكتوره؟ عيني دكتوره، بالهنج هسه احنا نخلي بالنا بس الشير، مومنت قلنا صفر، مومنت صفر بس شير، ما بي رياكشنات ما تجي، يعني ما بي فقط النقص. واضح يعني؟ تمام دكتور. هسه المفروض انتم بعد هاي الاشياء بعد ما تغلطون بيها. هاي النقطة الداخلية خلوها على الدرس الجاي ان شاء الله، اشرح لكم اياها حتى يصير عندنا، والاسئلة هاي هم خلوها على الدرس الجاي. ما اريد يصير عندكم لبس. اللي اريده من عندكم الدرس تقروا لي هاي كل زين ماما، حتى من اشرح النقطة الداخلية تربط بيناتهن. هسه انا من راح اشرح النقطة الداخلية راح يصير لبس بيناتهن، شو استخدم هذا لو هذا، فاريدكم تفتهمون هذا زين حتى شنو الدرس الجاي ان شاء الله نكمل وتكون عندكم الصورة واضحة. يعني انا هسه شرحت لكم صحيح افتهمتوا، بس من ترجع تحلها راح تغلط مرة ومرتين وثلاثة الى ان
بعدين تضبطها، ماشي عيني؟ فاللي اريده من عندكم البقيه راح اعوفها على الدرس الجاي، نكمل تقروا لي يا زين.